ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الاسم ديالي عصام الجادة، السن ديالي 40 سنة. من 2005 جاني واحد النزيف في النصران كبير، شرف الله قدركم. كيجيني كنفقد فيه واحد الكمية كبيرة ديال الدم، كنفقد الوعي من خلالها، كنفقد الوعي. كيديوني للمستشفى، كيركبوا لي الدم، كيضربوا لي شي بره ولا شي حاجه بحال تشكل. وكان ملي كنفيق صافي كنرجع. المساله هذه من 2005 وانا بقى، ودرت واحد الخطوه انني تقريبا دابا 7 سنين باش تبعت في المستشفى، وكنمشي للمستشفى وكنجي، ولكن ما كاينش. كنمشي كيعطيوني الرونديفو على 3 شهور 4 شهور، كنمشي لذاك الرونديفو، كنوصل كيقول لك لا، راه هاد الآلة خاسرة لينا، هاد لا الطبيب ما جاش، لا راه كاين واحد الكونجي، لا راه كاين واحد الاجتماع. وبقيت في هذيك المدة كاملة كنمشي وكنجي وكنمشي وكنجي، وتسبب لي هاد النزيف في شلل في رجلي، ما بقيتش كنقدر نمشي، كنمشي بصعوبة بالعكاكس. وتسبب لي في ضعف القلب. ودابا بالنسبة للحالة ديالي راه متدهورة بزاف. وانا كنعيش بوحدي. ملي توفى الاب ديالي اللي كان هو المعيل ديالي، كنا عايشين بالمدخول ديالو ديال المعاش ديال التقاعد. صافي ملي توفى بقيت عايش بوحدي، ما بقاش عندي جهد باش نشتغل. انا كنخدم في المجال ديال السمعي، كل ما يتعلق بما هو سمعي تقني ديال الصوت. ما بقيتش كنقدر لا نشتغل لا والو. وجيت لهنا دابا ساكن في هاد الغرفة في ليساس فار جوج، ساكن فيها دابا تقريبا 2 عام باش انا ساكن فيها، ملي توفى الوالد وانا ساكن هنايا. ورانا عايش مع الناس الدراوش الضعفاء، يعني هذا يعاونك شوية، هذا يعطيك شوية الاكل، هذا يعطيك. والحمد لله على كل حال. انا بغيت نوجه واحد الطلب، كنطلب من الى كان شي واحد اللي عنده لو بوفوار انه ينعسني في موريسكو، كنتمنى انه هذا هو اللي كنطلب انايا، او شي طبيب فيه الانسانيه وفيه شي طبيب يعني باغي متطوع وعارف هاد الحالة هادي اللي انا عندي في الصحة ديالي، يتكلف بيا. انا بغيت غير العلاج، ما بغيت حتى شي حاجة من غير العلاج، بغيت غير العلاج باش نشتغل على راسي ونخلص الواجبات ديالي ديال الكراء والواجبات ديال الحياة. هذا هو هادشي اللي كنطلب انايا. وكنتمنى اللي شاف هاد الفيديو، كنتمنى الله يجازيه بخير. انا راه باغي غير حاجه وحده، اللي باغي غير نتعالج.